أعزائي من مدينة أفسس، منواصل دراستنا عن رحلة بولس الرسول إلى مدينة أفسس، وطبعا دراستنا هي عن مدرسة أفسس. جاء بولس إلى هذا المكان، حتى أعطيكم خلفية أن بولس ابتدأ الرحلات التبشيرية من أنطاكيا سوريا. الرحلة الأولى كانت في مقاطعة آسيا، وصل إلى دربة وليسترا ومقاطعة أو إقليم غلاطيا، ورجع حتى يعطي التقرير للرسل. والرحلة الثانية كان الغرض أنه يخبر الأمم بالرسالة المفرحة، أنه ما في داعي يكونوا تحت ضغط أو عبء الناموس، وما في داعي للاختتان، وكان بيفتقد الكنائس، وطبعاً بيكرز لآخرين أيضاً. هاي الرحلة ابتدأت طبعاً في نفس الأماكن اللي ابتدأ فيها بولس الرسول، لكن بولس كان بيتحرك بطريقة نبوية، كان بيتحرك بطريقة استراتيجية، وكان بيتحرك بإرشاد الروح القدس اللي كان يقوده من مكان إلى مكان. ابقى معي حتى نواصل هذه الدراسة الشيقة عن رحلة بولس إلى أفسس. Paul had set his sights on Ephesus very early on. Maybe not in the first mission journey. He had too much to do in the interior of Anatolia, Asia Minor, today we call it Turkey. And remember the cities there, Antioch and Pisidia, Iconium, Derbe, Lystra, and so forth. But now in the second mission journey, he was aiming directly for Ephesus, revisiting the four churches that he had founded there. But now they went ahead on to Ephesus, and the Spirit forbade them? Boy, this makes God look like a respecter of persons anyway, a partial God? I thought Peter's experience with Cornelius had said that God shows no partiality. Well, if that were the end of the account, then I'd be very worried about our image of God there. But it's all a matter of timing. God decided that Europe should now hear the gospel, and there'd be plenty of time to visit Ephesus later on. And indeed, on the third mission journey, they could go directly across Asia Minor and come to Ephesus, where Paul had a three-year ministry. It was the longest tenure of any spot in any mission station that we know of. أعزائي، جاء الرسول بولس برحلته التبشيرية الثانية إلى منطقة آسيا الصغرى حتى يشدد الكنائس وينشر الأخبار المفرحة للأمم إنه ما في حاجة للتهويد. طبعاً هاي ضد بدعة دعاة التهويد، وأيضاً كان بأسس كنائس جديدة، وكان ينتقل من مكان إلى مكان بحسب إرادة الله. لكن لما جاء إلى مقاطعة آسيا، وفي فكر بولس عاوز يصل إلى هذه المناطق، نسمع عن شيء غريب حدث لبولس. مكتوب إن الروح القدس منع بولس يتكلم بالكلمة في آسيا، في آسيا. حاول عدة مرات، ذهب إلى بثنية، إلى مسيا، أخيراً وصل إلى الغرب عند بحر إيجية عند طرواس. هناك سمع دعوة من شخص مقدوني إنه يروح لأوروبا، إلى مقاطعة مقدونية، إلى فيليبي، حتى يبتدي الإرسالية في أوروبا. فمنع الروح القدس يتكلم بالكلمة، يعني سكر الباب أو غلق الباب، لكن فتح باب في أوروبا. وبعد ما رجع من أوروبا جاء إلى أفسس، لكن بغرض أنه ما يقعد كتير، لأنه قال لليهود في المجمع ينبغي أن أذهب إلى أورشليم حتى يكمل العيد، حتى يعيد في أورشليم، وعلى أساس إن شاء الرب أنه يرجع مرة أخرى إلى منطقة أفسس.
بالفعل جاء الرسول بولس إلى مدينة أفسس في الرحلة التبشيرية الثالثة، وكان في هذه المنطقة أكثر منطقة 3 سنين في منطقة أفسس. واليوم اللي أنتوا بتشوفوه هي أثارات عديدة للحضارة الهيلينية الرومانية اللي كانت في أيام بولس الرسول. أفسس موقع استراتيجي في هذا الوادي بين جبلين، وبتستمر نزولاً إلى طريق طبعاً الميناء إلى البحر، لأن أفسس كانت مدينة دينية ومدينة تجارية وأيضاً إدارية من ناحية الأمور السياسية، لكنها أيضاً مدينة أرطميس، عبادة الإلهة أرطميس. فإذا جاء من البحر من جهة الغرب، أول ما بيطلع بشوف أمامه المسرح الروماني اللي بيسع 24 أو 25 ألف نسمة، وبصير في هذا الطريق بيدخل من هذه البوابات اللي هي خلفي طبعاً من ساحة الأجورة، هاي الأجورة التجارية أو الأجورة السفلى. وهون طبعاً ورائي مكتبة سيلسس اللي كانت ثالث أكبر مكتبة في العالم بعد الإسكندرية وبعد برغاموس. وطبعاً بصير في هذا الطريق اللي كان معبد بالحجارة أو الطريق الروماني والدكاكين على الشمال وعلى اليسار مع أقواس وأعمدة، وفي طبعاً مناطق كثيرة لتخليد مثلاً الأمبراطور هدريان والأمبراطور تراجان، وصولاً إلى البوابة، بوابة هيركليس، أو هي بالأحرى بوابة الإسكندر الأكبر، لأنه بتشوف رأس الأسد على الإسكندر، لأنه هيركليس أصلاً هو اللي قتل أسد مينيان، وألكسندر أو الإسكندر الأكبر ادعى أنه من سلالة هيركليس. صعوداً إلى الأجورة المدنية أو الإدارة المدنية وين بيت القضاء وإجراء الأمور، لكن هناك كان المواطنين يسكنوا في تلك المنطقة. أفسس كان تعدادها أكثر من 300 ألف نسمة. بولس جاء بدعوة إلهية إلى هذه المنطقة حتى يتكلم برسالة المسيح وحتى يكون سبب بركة. لكن لما جاء إلى أفسس، بولس أيضاً كان بيشتغل بإيديه، كان بيتعب وبيجاهد في هذا المكان، وكان طبعاً هو ضليع وخبير في الفلسفات اليونانية وفي المدارس المتعددة الموجودة في تلك المنطقة، وأيضاً عنده خبرة عن العبادات الوثنية الموجودة في هذه المنطقة، وكان متجهز بقوة الروح القدس وبدعوة إلهية. وهذه المنطقة اللي شهدت أكبر نهضة مسرح أحداث بولس الرسول في هذه المنطقة بنهضة عظيمة جداً. في الرحلة التبشيرية الثانية لبولس الرسول وقف وقفة قصيرة في مدينة أفسس. في هذه المدينة كان أيضا موجود أكيلا وبريسكيلا، اتقابلوا مع واحد اسمه أبولوس كان بعلم عن يسوع، لكن حسوا أنه كان في شيء ناقص في تعليمه، لأنه كان بعلم عن معمودية يوحنا المعمدان، فأخذوه وتكلموا معاه وتغيرت حياة أبولوس، وأصبح أبولوس شخص فصيح ومقتدر بالكلام، يفحم اليهود من الآيات من الكتب المقدسة في العهد القديم. فعندما جاء بولس إلى هذا المكان كانت فترة قصيرة، ووعد اليهود في المجمع إنه يرجع مرة ثانية. في الرحلة التبشيرية الثالثة لما جاء لأفسس، اتقابل مع 12 تلميذ كانوا تلاميذ يوحنا الرسول، لكن كانوا يؤمنوا بمعمودية يوحنا المعمدان. سألهم هل قبلتم الروح القدس؟
قالوا ولا سمعنا عنهم، مع أنه شيء غريب وعجيب أنه يوحنا المعمدان هو الذي تنبأ عن يسوع المسيح، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم عن فداء المسيح، وتنبأ أيضا الذي يأتي بعده هو يعمدكم بالروح القدس والنار. فكانت عبادتهم أو ديانتهم ناقصة، فبالفعل كلمهم عن المسيح وتعمدوا باسم الرب يسوع المسيح، وضع الأيدي عليهم وامتلأوا من الروح القدس وابتدأوا يتكلموا بلغات أخرى كما يقول الكتاب المقدس. بعد هذه الحادثة على طول بولس ابتدأ في الخدمة كما ابتدأها كما وعد اليهود في المجمع، فكان يحاجج اليهود لمدة 3 شهور عن الملكوت وعن يسوع المسيح وعن خلاص المسيح، لكن للأسف رسالته يعني وصلت إلى طريق مسدود، كانوا لا يقنعون، بل وصلوا إلى حال مكتوب أنهم شاتمين الطريق، يعني أنه مش بس رفضوا، شتموا الطريق، يعني المقصود طريق المسيح أو المسيحيين. مكتوب عن بولس اعتزل عنهم وأفرز نفسه واستأجر مدرسة يقال أنه كانت قريبة من هذه المنطقة، مدرسة تيرانوس، كانت عبارة عن معهد للمحاضرات. تيرانوس وجدوا مخطوطة قديمة في هذا المكان أنه كان فيلسوف وكان يحاضر ويعلم في ساعات الصباح حتى الساعة 11 ويرجع من الساعة 4 حتى المساء. فبولس استأجر هذه المدرسة من الساعة 4 سآسف من الساعة 11 للساعة 4، يعني في عز الظهر اللي بتصل درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية، لكن خدمة بولس كانت ناجحة جدا. مكتوب سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، وممكن تشوف ما زال حتى يومنا هذا الناس بتيجي من كل أنحاء العالم لتزور الأثارات القديمة والمعابد القديمة، وكما كانوا يأتون بالقديم في أيام بولس لأسباب تجارية، أسباب رياضية، أسباب دينية، أسباب مدنية وسياسية، مهما كان السبب أو للعبادة، فسمعوا كلمة الرب في قريب من هذا المكان في معهد تيرانوس، وسمع الكلمة كل اليهود واليونانيين اللي جاءوا من مناطق آسيا العديدة، والرب استخدم الرسالة بآيات ومعجزات على يدي بولس الرسول. بالختام عاوز أقول شيء مهم أحبائي، الشخص اللي بيطيع صوت الرب واللي بيخضع لإرادة الرب، الله بيذلل أمامه كل الصعوبات حتى لو كان في اضطهاد، الله بباركه وببارك خدمته كما بارك بولس الرسول في هذه المقاطعة. Ephesus was perched right at the area where the Kystra River flows into the Aegean Sea, and so it was a natural seaport for centuries as far as the Greeks were concerned. Founded already probably in the 8th century BC and lasted until 400 or 500 AD. A lovely site, perfect site, except for the fact that the Kystra River now has generated so much mud at its, where it goes into the Mediterranean at the Aegean Sea, that it's built a delta, which now places the ruins of ancient Ephesus, which used to be a seaport, about 2 or 3 miles inland. And so it's hard to imagine this as a seaport today, but it was originally. من أفسس القديمة من واصل دراستنا عن مدرسة أفسس، في هذه الحلقة رح أتكلم عن النهضة التي نحتاجها، وطبعاً أنا عم بقتبس سفر أعمال الرسل الإصحاح 19، زيارة بولس الرسول إلى مدينة أفسس القديمة واللي حدثت فيها واحدة من أعظم نهضات العهد الجديد بسبب طاعته لصوت الرب وخضوعه للروح القدس، وأنه كان مستعد أن يدفع أي ثمن من أجل يسوع المسيح.
ابقوا معي في هذه الحلقة حتى ندرس عن هذه النهضة اللي احنا بالفعل هذا اليوم بأمس الحاجة لإلها. سأعود بعد هذا الفاصل القصير. جاء بولس الرسول إلى أفسس بدعوة إلهية، بتكليف إلهي، برسالة وإرسالية سماوية إلهية إلى هذا المكان. كان يتحرك بطريقة استراتيجية، بطريقة نبوية، بإعلانات من الرب، يتحرك من مكان إلى مكان، وكان بيتحرك أيضا من مدينة إلى مدينة حتى يوصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس. في هذه البلدة ابتدأت خدمة طبعاً أكيلا وبريسكيلا. بولس أبولس أيضاً اختبر الرب على يدي أكيلا وبريسكيلا، تلاميذ يوحنا 12، وابتدأ بالخدمة بمجمع اليهود. وعلى فكرة إلى الآن رغم أنه حفروا 20% من مدينة أفسس لكنهم لم يكتشفوا مجمع، لكن شيء ملحوظ في علامة المانورا عند الدرج الأسفل أمام هذه المكتبة، مكتبة سيلسس اللي كانت ثالث أكبر مكتبة في العالم، كان فيها أكثر من 200,000 مخطوطة. جاء الرسول بولس إلى بلدة مثل اللي شايفين الأثرات كلها بصمات رومانية من أثرات للمسارح الرومانية، للأجورة العامة، الأجورة المدنية، الأجورة التجارية وراء الأقواس، وطبعاً الشارع الرئيسي اللي بيربط هذا البلد مع معابد، حمامات والبوديوم وأمور كثيرة، أعمدة طويلة رخام، كلها بتعبر عن عظمة الرومان والهندسة الرومانية. لكن اللي بيميز هذه المدينة إنه كانت طبعاً تعتبر خزنة آسيا وبوابة آسيا، فهذا كان يقود لنوع من الكبرياء، وأكبر كبرياء هو بسبب العبادة، عبادة أرطميس، الإلهة أرطميس. في أثرات لهذا المعبد القديم في عمود واحد، لكن هذا المعبد كان ضخم جداً، كان يعتبر تحفة فنية أيضاً. ويقولون أنه طبعاً أرطميس هي بنت الإله زفس، أخت أبولو، سقطت من السماء أو تمثالها سقط من السماء. عند اليونانيين أرطميس كانت تعتبر إلهة الصيد، عند الأفسسيين يعني أصبحت الإلهة المعروفة في آسيا أو إلهة الآلهة، حامية للنساء وأيضا إلهة الثقافة. لكن اللي بيميزها أيضا هي كانت إلهة الخصوبة، بتشوفوا تمثال أرطميس عليه عدة أثداء. فخلي في بالك لما في نهضة لازم تدرك إيش الصعوبات في البلد وإيش التحديات، ولا سيما التحديات الروحية والتحديات الشيطانية الموجودة في هذا البلد. في هذا البلد كان تحدي بولس اليهود اللي رفضوا رسالة بولس، والتحديات الأخرى الناس التي كانت تعبد الإلهة أرطميس، والتحدي الثالث اللي هو كانت تنتشر فيها العرافة والسحر والكتب السحرية المعروفة، كانت كل الناس تيجي تشتريها من هذا المكان، يعني السياح يجوا مخصوص حتى يشتروا هذا النوع من الكتب والتعاويذ السحرية حتى تساعدهم يخلفوا ولد أو يكون عندهم رزق أو يكون الحظ كويس معهم إلى آخره. فبولس أدرك أهمية الموضوع، لكن أدرك خطورة الموضوع أنه ينبغي عمل شيء. فأي نهضة تحتاج إلى ثلاث أمور: إلى قوة الصلاة، إلى قوة الكلمة، وإلى قوة الروح القدس. وهذه الثلاث أمور كان يتمتع فيها الرسول بولس حتى يستطيع
إنه يكسر كل الحواجز اللي كانت موجودة في هذه البلدة. ابقوا معي، سأواصل حديث ودراستي عن نفس الموضوع بعد قليل حتى نعرف تأثير خدمة بولس في هذه المنطقة. And it's quite interesting why St. Paul would spend 3 years here. And I think it's the challenge of this red light city. I sometimes call it the Southern California of its day in terms of the open city in so many ways. Prostitution, fortune telling, wizardry, the black arts, as a matter of fact. The Greek term is Ephesia Grammata, meaning the Ephesian writings, the magical texts and that kind of thing. And you recall one of Paul's successes when he did get to Ephesus was to have these trashy magical texts put in a big pile and burned up 50,000 drachmas worth. That's a tremendous sum. And so he was very successful at that point. Until the silversmiths, of course, didn't like him because he was talking. He delivers a line, as a matter of fact, that we don't find historically delivered by him, but it must have been there. Gods made with hands are not gods. Love it. It's a perfect commandment against idolatry, isn't it? I'm sure that slogan was on the chariot bumper stickers, you know? Gods made with hands are not gods. And so the silversmiths had made little statuettes of the goddess Artemis and the temple, little models of her temple, again, one of the seven wonders of the world. It was four times as big as the Parthenon in Athens. So it had drew pilgrims from all over the Mediterranean world and those who were in trouble with the law as well. And so Paul then was digging into their business, obviously. And the result was the great silversmith's riot, which took place in the great theater at Ephesus, where they shouted for 2 hours on end, "Great is Artemis of the Ephesians! Great is Artemis of the Ephesians!" Not Diana, that's a King James translation. We're in Greece, let's use the Greek term. And by the way, Artemis is quite different from the Diana figure in ancient Rome. Here she's the sister of Apollo, the goddess of the hunt and so forth. No, the Artemis at Ephesus is a fertility goddess. Instead of the usual two breasts for a woman, and she's covered with breasts and eggs on the side and so on. There's a statue yet in the museum there showing what Artemis was really like. And so again, you have pilgrims coming and also culprits of all kinds and criminals coming because of the temple being a sacrosanct area. You couldn't get in trouble with the law when you were there in Ephesus. لما أفرز بولس نفسه من مجمع اليهود واعتزل عنهم استأجر قاعة للمحاضرات قاعة تيرانوس مثل ما ذكرت في حلقة سابقة اكتشفوا مخطوطة لنفس الاسم أنه بالفعل كان في شخص فيلسوف يعلم وبحاضر في هذه القاعة في ساعات الصبح وساعات المساء فبولس كان مستأجر هذه القاعة من الساعة 11 ظهرا إلى بعد الظهر لأنه بالصيف تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية مثل ما شايفيني أنا عم بصور بالصيف فدرجة الحرارة حالياً بأواخر الثلاثينات وبعدها ساعات الصبح أيضاً فبولس علم بكلمة الله وتكلم بسلطان كلمة الله مكتوب حتى سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين مثل ما ذكرت كانت أفسس مدينة سياحية وتجارية ودينية أيضاً فالناس تأتي لأسباب كثيرة وكان يسمعوا عن هذا التعليم الجديد فكانوا يجوا يسمعوا هذه المحاضرات من بولس الرسول إلى درجة إنه هز هذه المدينة ارتجت كلها إلى درجة إنه كل آسيا سمعت كلمة الرب يعني كل شخص كان يجي على البلد كان يسمع كلمة الرب والله
كان يؤيد الكلمة بالآيات التابعة. مكتوب كان يعمل على يدي بولس آيات غير معتادة، أمور خارقة، أمور عظيمة، حتى أنهم كانوا يأتون بالمناديل اللي بمسحوا العرق فيها والمآزر اللي بيلبسوها على أنفسهم كان يحطوها على جسد بولس، وكانت تشفى الأجساد من الأمراض، وأيضا الأرواح الشريرة كانت تخرج. فهذا عمل ضجة، عمل رجة في كل البلد، إلى درجة أنه في أولاد رجل يهودي اسمه سكاو ابتدأوا يعزموا أو يقسموا على اسم يسوع اللي كان ينادي فيه بولس، نقسم عليك باسم يسوع الذي ينادي به بولس. فالأرواح الشريرة هجمت على الأولاد السبعة، وخليني أحكيها بالعربي البسيط، بهدلتهم، عرتهم واستهزأت بهم، وهذا صار معلوم في كل البلد، لدرجة في آية 17 وقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، إلى درجة أنه من الخوف كانت الناس تأتي مقرين ومخبرين بأفعالهم. في آية 18 إلى درجة أنه في آية 19 جاءوا بكل الكتب السحرية والعرافة والتعاويذ السحرية، جمعوها وكانت بتكلف مبلغ 50,000 من الفضة وحرقوها. وطبعا ابتدأت المدينة كلها تهتز بسبب رسالة بولس، لكن الهزة الكبيرة عندما جاء ديمتريوس رئيس الصناع اللي بيصنع أو بيصيغ تماثيل من الفضة للإلهة أرتميس، لما وصل الموضوع للجيبة وللبزنس طبعا جمع الصناع وقال ماذا نعمل، يعني هذه الآلهة اللي سقطت من السماء رح يخرب لنا كل التجارة وكل البزنس بتاعنا. فقاموا في شغب كبير وفي أصوات وصياح عالية، عظيمة هي أرطميس، أرطميس الأفسسيين، لأنه كانوا بيفتخروا في أرطميس، وهذا الحدث كان أمام المسرح الروماني، لدرجة أنه كل البلد صارت تصرخ. بولس كان عاوز يوجههم لكن أصدقائه قال نصحوه لا، فجاء حاكم الإدارة وهدأ الشعب وقال في محاكم لهذه الأمور، إذا في أي شيء قدموه للمحكمة. وبالفعل اندثرت عبادة أرطميس وكل هذه العبادات الوثنية أمام رسالة بولس الرسول بقوة الكلمة، وكانت هكذا تنمو كلمة الرب وتشتد بقوة، يعني بتنتصر وبتأخذ مواقع. أحبائي، شو المشكلة اللي موجودة في بلدك؟ شو نوع الأرواح الشريرة اللي بتعانوا منها؟ شو نوع المشاكل؟ يمكن مشاكل كبرياء، يمكن في أولويات أخرى أمامكم، يمكن في عبادات غير عبادة الرب يسوع المسيح. مهما كان، محتاجين أن نمتلئ بنعمة الله، نمتلئ بالروح القدس، نمتلئ بالكلمة، نستخدم سلطان اسم الرب يسوع المسيح حتى نكسر كل هذه الأرواح الشريرة، فتنفتح الأجواء وتبتدئ رسالة المسيح تغير وتحدث النهضة العظيمة كما حدثت في أفسس. أنا أصلي من كل قلبي إن رب يعطيك نهضة في حياتك اليوم، والرب يعطيك نهضة في كنيستك، بل رب يعطيك نهضة، أكبر نهضة تشوفها في بلدك، في مدينتك، في دولتك أيضا باسم الرب يسوع. على فكرة منحب نسمع منك، تواصل معنا.